عايزه ابدا مع حضرتك من مباراه امبارح، وعايزه نشوف الايجابيات اللي فيها ونشوف المكاسب اللي طلعنا بيها. هي اول مباراه طبعا في الدوري مع مصر للمقاصه، وقدرنا ان احنا نفوز ثلاث نقط مهمه، لان البدايات دايما مهمه يا كابتن. بصي طبعا يعني المكسب طبعا مكسب كويس، وفي بدايه سيزون وفي بدايه مسابقه جديده بعد ما انتهينا من حاجات كثيره كانت صعبه الحقيقه. دوري متاخر قوي السنه الموسم اللي فات، بعد كده بطوله افريقيا امتدت لفترات طويله وتم التاجيل اكثر من مره، حصلنا على البطوله، بعد كده كاس مصر والحمد لله خدنا الكاس. البطولات دي مفيش وقت اللعيبه خالص تريح الحقيقه، يعني غير زمان. انت عارفه زمان كان الموسم بيخلص على الاقل بتاخدي اسبوعين ثلاثه عشان تفصلي وتبداي فتره اعداد. فانا مشفق طبعا على اللعيبه ومشفق على الجهاز الفني. تخيلني لغايه دلوقتي، انا متخيل ان موسيماني لغايه دلوقتي مش قادر ينفرد صح بالفرقه ويطلع اللي عنده كله. يعني هو لغايه دلوقتي يا دوبك الماتش بعد 48 ساعه او 3 ايام مباراه ثانيه في بطوله صعبه، ما عندوش فرص ان هو كان يقدر حتى يجرب حاجه معينه، يعني كلها ماتشات مهمه وحساسه وصعبه جدا. فما فيش اللعيبه كمان اصابات متلاحقه جت، كمان كملت موضوع كورونا بعدت ناس، كمان الناس اللي رجعت من الاعراض برضو لسه هياخدوا وقت على ما ينسجموا طبعا مع أولاد الفريق، انما كانوا بعيد عن غير بقى الناس اللي جايه من بره زي طاهر محمد طاهر، زي بدر بنون، الناس دي كلها برضو لسه جديده. الماتش الاولاني في البطوله امبارح كان مع فريق محترم المقصه، مع جهاز فني محترم، ايهاب جلال بيقدر ان هو يعني يكون فريق ويقدمه للدوري. دي حقيقة. الحقيقة كل سنة، لأن السنة دي برضو إيهاب بيلعب بلعيبة كتيرة جديدة، يعني لسه ما حصلهاش برضو الانسجام، لأنه برضو مشوا ناس كتيرة ولعيبة أساسيين كانوا موجودين الموسم اللي فات. البداية لو هنتكلم عن ماتش، البداية كانت بداية قوية من جانب النادي الأهلي، تحس بالحماس والروح من اللعيبة في أول ربع ساعة نتج عنه ضغطين من أول دقيقة، من أول دقيقة فنتج عنه طبعا الهدف بتاع من عن طريق الضغط بتاع كهربا، ضربة جزاء وهدف معلول. يمكن دي ادت أريحية شوية للنادي الأهلي في البدايات، خليته العشر دقايق اللي بعدها أو الربع ساعة اللي بعدها برضو كله عايز يجيب أهداف. المكسب البدري بيطمع، ابتدت اللعيبة كلها تحاول يعني انطلاقات بدون وعي شويه على مرمى المقصه، وقعوا في تسللات كتير، ضيعوا اهداف. الهدف اللي جه بقى، لو هنتكلم على الهدف اللي جه في النادي الاهلي نتيجه لغلطه برضو من كور الثابته اللي برضو معظم الفرق المصريه بتشترك فيها، ولازم، ودي من الحاجات برضو السلبيه اللي هنتكلم عليها في المباراه. يمكن الهدف اللي هو كان في نهايه الشوط الاولاني رجع الحماس تاني والقلق لفرقه النادي الاهلي، مع طبعا اكيد المحاضره والدش اللي خدوه في طبعا بين الشوطين. والشوط الثاني الاهلي كان افضل والاستحواذ كان اكتر يا كابتن، حاجه ثانيه خالص. اللعب ابتدى اكثر هدوء، ابتدى يبقى فيه تحركات واعيه شويه، كان في بعض الثغرات او ايهاب جلال كان مستغل الحته اللي من ناحيه هاني في بعض الهجمات المرتده اللي ليه، يمكن كان نتيجتها برضو ان يعني حصل شويه لخبطه كده في الناحيه اليمين تداركها موسيماني بحد من الديفندرات، ابتدى يقفل على الحته دي. اللعب بقى اكثر هدوء من النادي الاهلي، قدرنا نحرز طبعا الهدف الثاني والثالث، وكان في هدف طبعا الناس كلها شافته طبعا، وانا في اعتقادي ان هو كان هدف مليون في المية طبعا.